حشر أنفه في السياسة فانكسر. طبعاً الصورة فكاهية فقط، والحديث عن النجم الفرنسي كيليان مبابي، العالم بأسره يتابع مباريات بطولة أوروبا، وهناك احتمال بأن لا يشارك مبابي في المباراة القادمة بين فرنسا وهولندا، والسبب هو أنه كسر أنفه في المباراة الأخيرة. الحادث حصل خلال مباراة فرنسا ضد النمسا، وبالطبع شهدت المباراة خروج بابي في الدقائق الأخيرة، وعلى ذمة رئيس الاتحاد الفرنسي بابي بخير وسيظهر للعب أمام هولندا. طيب قبل ما نتكلم عن مبابي في بطولة اليورو، خلينا نروح للزميلة ريان اللي راح تحكي لنا عن موقف اللاعب العالمي كيليان مبابي السياسي تجاه الانتخابات الفرنسية. يسعد صباحك. أكيد يا ريم، يسعد صباحك بالخير. حنستعرض كمان مش مبابي لوحده، كمان معه عدد من اللاعبين. على الرغم من إعلان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن حياده السياسي، نجوم المنتخب الفرنسي يتمردون ويدلون بتصريحات مؤثرة. نبدأ بمحور حديثنا في هذه الفقرة. نجم منتخب الديوك كيليان مبابي الذي دعا الشباب للتصويت في الانتخابات وأكد أنه ضد التطرف بقوله: لا أريد أن أمثل دولة لا تتوافق مع قيمي وقيمنا، ويمكننا جميعا رؤية المتطرفين قريبين جدا من الوصول للسلطة، ونحن لدينا الفرصة لتقرير مستقبل بلادنا. أما ماركوس توارام مهاجم المنتخب الفرنسي صرح خلال مؤتمر صحفي سابق: الوضع في فرنسا خطير للغاية. ونختم بعثمان ديمبلي لاعب المنتخب الفرنسي الذي طلب من الجميع الذهاب للتصويت في الانتخابات العامة، حيث قال: جرس الإنذار قد دق ويجب الحشد للتصويت. أنا حنضم لك. أكيد، تفضلي ريان في حديثنا الرياضي، ضروري أنك تكوني معنا. أيضا نرحب في الاستوديو بي الإعلام الرياضي منير رحومة. يسعد صباحك يا أستاذ منير. صباح الخير. يعني يبدو أنه تصريحات الرياضيين ليست الأولى من نوعها مع إمبابي، زي ما ذكرت ريان حصلت هناك تصريحات أخرى، لكن هل هذه التصريحات هل ممكن أنها تعكر صفو المنتخب الفرنسي الآن في الدوري الأوروبي؟ طبعا ريم، خلينا نتكلم يعني انه يعني عاده يعني الناس تقول انه لابد من فصل الرياضه عن السياسه، لكن هي اعتقد انه يعني مقوله مغلوطه، لان الرياضه هي في قلب السياسه دائما. واصبحنا حتى في السنوات الاخيره نشاهد يعني كبار الساسه والرؤساء يتقربون من الرياضه، لانها اكبر مجال يعني يتواجد فيه الشباب، الكهول، الكبار السن، الاناث، الذكور، فيعني هي بيئه مهمه جدا. يعني بالنسبه للسياسيين التمرير، نعم، يستغلوا الرياضيين للتاثير على الشباب بتصريحاتهم. بالضبط بالضبط، يعني وهذا اعتقد انه الامر اصبح موجود وواقع، وشاهدنا حتى خلال يعني على ذكر تدخل السياسة في الرياضة، شاهدنا أنه وقائع تاريخية حصلت مثلا في الكوت ديفوار عندما كانت هناك حرب أهلية، تصريح من يعني نجم الفريق ديدي دروغبا أوقف الحرب الأهلية، وساهم في تقارب وجهات النظر وجلوس الأطراف المتصارعة في الكوت ديفوار، وفي الأخير وصلوا إلى حل. فالسياسة موجودة في الرياضة. أكيد. يعني أكيد. وكمان مبابي معروف بعلاقته مع الرئيس إيمانويل ماكرون جدا. لكن الاتحاد أعلن حياده، هل ممكن الاتحاد يأخذ أي قرار؟ لأنه الآن بدأ اللاعبين يبدوا بآرائهم السياسية، وده عكس كلام الاتحاد يعني الفرنسي. صحيح. لكرة القدم. للأمانة ريان، بقول شيء أنه مبابي أقوى من حتى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وهو شخصية مؤثرة ومهمة جدا في فرنسا، وهذا ما جعل حتى الرئيس الفرنسي يعني ماكرون في الكثير من المناسبات يعني هناك لاحظنا تقارب شخصي بينه وبين كيليان مبابي، وصرح في تصريح يعني عندما حرص الرئيس الفرنسي على أن يبقى كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان ولا يغادر إلى ريال مدريد قبل موسمين، هذا كان بقرار من رئيس فرنسا، لأنه مهم جدا بالنسبة للشباب الفرنسي وبالنسبة للاقتصاد الفرنسي ككرة القدم. فأعتقد أن اليوم هناك يعني لا نقول أنه اتفاق بين رئيس فرنسا ما ندري مبابي، لكن نشم بعض يعني هذه يعني خلينا نقول أنه هناك توافق أفكار
مليار بين كيليان مبابي وبين رئيس فرنسا في هذا التوجه الحالي للسياسة. طب خلينا نرجع للرياضة والحادث اللي تعرض له مبابي أمس، وصراحة الصور مزعجة اللي كسر أنفه. طب هل هذا رح يأثر في لعبه، ولا رح يلبس قناع، ولا إيش رح يسوي الآن؟ طبعا هو حشر أنفه في السياسة فانكسر أنفه. هذه رسالة. رسالة. لا، والمفاجأة أنه يعني مجرد يعني أتأكد من هناك وجود كسر في أنف مبابي انهالت عليه العروض من الشركات الكبرى في العالم لتقديم قناع يعني يرتديه خلال هذه الدورة اللي دورت الأمم أوروبا. فحتى في أسوأ الظروف والحالات فهناك عروض لهذا النجم، وهذا يؤكد قيمة هذا اللاعب على مستوى فرنسا. ما يحتاج لعملية جراحية كما قيل. مستوى إمبابي ما كان مرضي بالنسبة للكثيرين، والناس حسسوا يعني أنه مشتت وممكن يكون باله مع ريال مدريد. فكيف أنت بتشوف كان مستواه، خصوصا أنه مباراة النمسا يعني كان الهدف يعني ممكن نقول بس صدفة. حاليا عنده مباراة قادمة مع هولندا. طبعا هو كيليان مبابي اعترف انه غير جاهز بدنيا بنسبة 100%. اولا يعني واضح، يعني هو واضح. فلكن طبعا اعترف انه هذا ليس بامر يعني مقبول بالنسبة للاعب هو قائد الفريق وهو مطلوب منه جهد كبير. شاهدنا كيليان مبابي في كأس العالم الأخيرة في قطر وكيف وصل بالفريق الى الدور النهائي، ووصل ايضا الى في خلال المباراة النهائية الى الأشواط الإضافية وركلة الترجيح. فاعتقد كيليان مبابي له يعني قيمة كبيرة على مستوى المنتخب فرنسا، وأيضا له كاريزما حتى في توجيه اللاعبين والتأثير عليهم. أنت كيف شفت مستوى الأمانة يعني في البطولة دي تحديدا؟ لا طبعا صورة كيليان مبابي في المباراة الأولى ليست هي صورة النجم اللي شاهدناه يتألق مع منتخب فرنسا كما قلت في كأس العالم. فننتظر المزيد من هذا اللاعب. أعتقد مع مرور الجولات، مع عودة اللياقة البدنية شيئا فشيئا، مع التركيز أكثر في أجواء المباراة، لأن أيضا هناك تغييرات في تشكيلة منتخب فرنسا أيضا مقارنة بكأس العالم. فأعتقد المباراة الأولى هي يعني مجرد بروفا، والمباراة المقبلة سوف نشاهد كيليان مبابي الذي طبعا الجماهير ريال مدريد تنتظر هذا النجم الذي يعني سوف يلتحق بالفريق الملكي. ما هي توقعاتك لمواجهة الفريق الفرنسي مع هولندا؟ أيوة، نعم. مع الطواحين الهولندية. طبعا هي مباراة قوية، لأنه منتخب هولندا شاهدنا في هذه البطولة قدم مستوى طيب أيضا، والكرة الهولندية تملك نجوم كبار في كرة القدم. فأعتقد أنها مواجهة صعبة جدا، لكن فرنسا تملك الخبرة وتملك الإمكانيات للفوز. رح نشوف إن شاء الله. أتمنى لهم التوفيق، الإعلام الرياضي جداً. منير رحومة، شكرا لوجودك معنا في هذا. شكرا. سنبقى في فرنسا وسننهي طبعا اليوم سلسلة تقاريرنا مع الريفيرا الفرنسية والزميل ليث بزاري. النهاية لذيذة، ليث سيقوم بتذوق أطباق محلية تقليدية من جنوب فرنسا. نتابع. سنقوم اليوم بالتعرف عن قرب على الأطباق المحلية التي يتناولها سكان منطقة الريفيرا الفرنسية، إذ سنزور سوق الخضار والفاكهة المحلي هنا في مدينة نيس، وسأحضر مع أحد الطهاة أطباق محلية في مكان مخصص لتعليم الجيل الشاب الحفاظ على فن الطهي الفرنسي الذي يتوارثه الآباء على الأجداد. هيا بنا. أنا شيف فرنسي تعلم الطهي الفرنسي المحلي مع جدته منذ نعومة أظافره. يقوم بتحضير طبق البيسالادييغ، طبق مقبلات مكون من القمح والبصل والزيتون والأنشوا، وهو نوع من الأسماك شبيه بالسردين. Ils veulent retrouver les goûts et les saveurs d'avant, ce que leurs grands-parents leur ont cuisiné. من يزور هذا المكان يبحث عن المذاق التقليدي اللذيذ الذي اعتاد على تذوقه أثناء تناول أطباق أجداده. نقوم هنا بتعليم زائري المكان الطهي التقليدي القديم بطرق سليمة.
أما الطبق الرئيسي يقوم ألا بتحضير لبتي فخسي، وهو الطبق الأشهر في منطقة الريفيرا الفرنسية، مكون من فلفل أحمر وكوسة وبصل وثوم ولحم العجل والبيض. يتم تقطيع الخضار، ومن ثم يتم غليها وإخراج لب الخضار قبل خلطها مع الثوم والبازيليك، ويتم كذلك عجنها مع لحم العجل، ويضاف البيض والجبن، وأخيرا يتم حشو الخضار بالمزيج قبل وضعها في الفرن. كانت في الماضي العائلات تحمل طبق فارسي لتناوله في الهواء الطلق أثناء الرحلات، فهو طبق يمكن تناوله حارا أو باردا. بنيه دي بوم، فهو طبق الحلوى في منطقة نيس، مكون من التفاح الجبلي الأصفر الذي يتم تقشيره وتقطيعه، ثم يحضر الشيف ألان العجينة الخاصة لقلي التفاح، وله طريقته الخاصة لذلك، إذ يقوم بإضافة ماء غازي بدلا من الماء العادي لكي تبدو العجينة أكثر طراوة. من مدينة نيس جنوب فرنسا، ليث بزاري. والآن مشاهدينا الأخبار من هنا وهناك مع الزميلة ريان الظاهر. يسعد صباحك مرة أخرى. مرحبا يا ريان، مرة ثانية الزميلة راوية معانا كمان، تفضل. نحن عندنا مجموعة من الأخبار، حنبدأ بأول خبر. هو ليس عمل غنائي بل تجربة سينمائية جديدة ومفاجئة تجمع النجمين عمرو دياب ونانسي عجرم. هذه التجربة كشف عنها رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بفيسبوك عن تفاصيل مشروع سينمائي جديد سيعيد المشاهدين لفترة الزمن الجميل. طبعا الفيلم يعتبر مفاجأة سارة لعشاق النجمين، وسيكون التجربة التمثيلية الأولى طبعا للفنان نانسي عجرم، بينما يعني سيشهد عودة النجم عمرو دياب للسينما بعد غياب 31 عام. يعني غياب طويل. سيكون صراحة جميل. عندي فضول أعرف شو قصة الفيلم، يعني خصوصا قال الزمن الجميل، يعني فإحنا هنتكلم يعني على تخيلي مثلا ممكن رومانسي غنائي مثلا، فهذا أكيد رح يكون في غناء. نحكي عن نانسي عجرم وطول الهضبة، أكيد رح يكون في غناء، بس هذا العامل الرومانسي من أيام الزمن الجميل. الله، وأنا بحب الأعمال اللي بيكون فيها غناء، يعني الأمانة حلو فيها التنوع وحاجة حلوة، والناس اللي بتعشق الفن عموما. ده خبر تاني عن النباتات، ذكية وقادرة على حل المشكلات. النباتات ليست مجرد كائنات حية، وفق ما نشرت دراسة حديثة على ديلي ميل البريطانية أجريت على عصا الذهب، وهي زهور موجودة في أمريكا وأوروبا وآسيا. لاحظ العلماء خلالها قدرة النباتات على التكيف مع المواقف المهددة مثل أكل الخنافس طبعا لها أو الحيوانات العاشبة، وأوضح العلماء سابقا أنها تصدر أصوات استغاثة حينما تحس بالخطر البيئي. والعلماء يرجحون أن النباتات قد تكون قادرة على العد واتخاذ القرار وحتى تذكر الأحداث. واو، عن جد هذه معلومات مفاجئة جدا. بتصدر صوت، هل إحنا بنقدر نسمعه ولا بس النباتات اللي بتلتقط هاي الذبذبات؟ مزبوط. بس بتهيألي أعتقد خلص إحنا كجنس بشري لازم عن جد نتواضع ونعرف بأنه لسنا أبدع ما خلق على وجه هذا الأرض. يا جماعة، هي مش ذكية فقط بل أشعر أنها بتحس، يعني إذا عندك أي نباتات في البيت أو أزهار حتى لو أنت يعني غبتي فترة، هي ممكن تذبل حتى لو اعتنى بها شخص آخر. على فكرة هذه حقيقة، يعني حقيقة. طبعا يعني ده كمان خبر ثالث ومفاجئ جدا للأمانة، يعني لأول مرة اكتشاف جليد مائي على قمم بركانية في المريخ خلال الصيف، حيث توصل علماء الفلك لهذا الاكتشاف أثناء دراستهم لصور أكبر البراكين على سطح المريخ. اتضح خلالها تكون الجليد بشكل دوري في الساعة السابعة بتوقيت المريخ وتختفي بعد ساعة من ظهورها. المياه المتجمدة كانت موجودة على قمم براكين مريخية في فصل الشتاء والربيع والخريف، لكنها كانت غائبة تماما في فصل الصيف المريخي. يعني أنا عجبتني حتة التوقيت المريخي، الصيف المريخي الساعة السابعة في توقيت المريخ. بس هو إحنا شو إحنا مصممين نلاقي حياة على كوكب المريخ، خلاص بالطول بالعرض رح نلاقي حياة. خليهم يلاقوا هذه الحياة. وكل ما يعلنوا عن المستوطنة البشرية اللي بتكون في المريخ بيرجعوا يأجلوها تانية، يعني أحس لسه بتهيألي بدنا وقت طويل.
وقت طويل. مزبوط. ده آخر خبر وكمان طريف يعني من نوعه، خبر سياسي طريف خلال زعيمين يعني أو خلاف وقع بين زعيمين على من يدخل أولا في السيارة. الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون استقبل يعني شخصيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعانقه بعد هبوطه في العاصمة بيونغ يانغ في أول زيارة له لكوريا الشمالية منذ 24 عاما. بعد تحية بوتين وجد الزعيمان الكوري الشمالي والروسي نفسيهما في موقف محرج يعني، حيث لم يتمكنا من تحديد من سيدخل أولا للسيارة. وانتشر الفيديو طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير. يعني حتى الرؤساء تعرضوا لمواقف محرجة مش بس إحنا، بس هاي مش أول مرة على فكرة، في يعني في كتير مواقف مشابهة لرؤساء. أنا بذكر يعني لأبو عمار أو ياسر عرفات الراحل، وأعتقد أهود باراك كان رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، بإحدى جولات المفاوضات بكامب ديفيد حصل بالضبط نفس الموقف. نفس الموقف. نفس الموقف. ما أدري ليش أحس هنا الموقف مو بس يعني إنه أنا أحب كيم ترى مرة ومعجبة فيه، بس ما أحس إنه والله يعني شخصية فريدة من نوعها. لكن يعني ده خلاف من نوع آخر. بس لا بالضبط، أنا ما أحس إنه يعني عشان إنه أتفضل ومن أتوقع إنه كل واحد خايف لين تركب أول، لأن لا أتفضل إنه بس يعني عشان يضمن إنه إيش كل شيء تمام. ها بس طالما بوتين هو اللي عم بيزور كيم صديقك المفروض دائما الأولوية للضيف صح؟ بس بوتين يدخل قبل المفروض. بس لكن ما كان انتشر فيديو لو كان المفروض الأولوية للضيف، ما كان في فيديو ولا كان في يعني حلو. جميل جميل جدا. عموما أخبار جميلة جدا متنوعة، لكن خلينا نروح أيضا إلى وقفتنا الأولى مع زوال المراسلين وإلى الأردن والزميلة سهى جميل. يسعد صباحك سهى، وما هو هذا الإعلان اللي أثار غضب الأردنيين؟ إلا المنسف. أهلا ريم، كل عام وأنت بألف خير. طبعا راوية صباح الخير. صباح الخير. هذا الإعلان كان جريئا، توصيفه جاء صباح النور، توصيفه جاء بأنه جريئا، تعدى على هذا الإرث، هذا الطبق، طبق المنسف له خصوصية. يعني أنت تعلمين أنه يقدم في مختلف المناسبات، في الأفراح، في الأتراح، لإكرام الضيف، لحل المشاكل، طبعا في العزائم والولائم، ويحمل هوية وله يعني رمزية سياسية ويعني رمزية تاريخية وإرث. ولكن هذا الإعلان جاء فجا إن صح التعبير. طبعا أثار هذا الإعلان بطريقة الأكل، ربما من خلال يعني من بداية الإعلان، من التعامل مع العربة حتى الوصول إلى المطعم، حتى الوصول إلى من يقدم الطعام، كانت الطريقة فجة لا تليق بتناول يعني هذا الطبق، هذا الطبق الإرث الحضاري والتاريخي. يعني تناول المنسف يعني بدأ برأس يعني رأس الخروف، ولكن هذا أبدا لا يمت بطريقة وبروتوكولات تناول المنسف التاريخية. طبعا التناول تكون اليد الشمال خلف الظهر، يتم تناوله باليد بطريقة يعني محترمة ومؤدبة، وتحمل العديد من المعاني الإنسانية. ولكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي اتهموه بأنه أساء جدا لهذا الموروث، لهذا الطبق. وأيضا يعني ذهب البعض إلى ضرورة رفع دعوى قضائية على أصحاب هذا الإعلان لما قدمه من إساءة لهذا الطبق. ربما يعني أن المنسف حاضر، ويعني والأردن يعني كلما حضر اسم المنسف يحضر اسم الأردن وبالعكس، وبالتالي هم قاموا بتشويه هذه الرمزية وهذه الهوية. ويعني أيضا كان هناك إعلان لنفس الأشخاص عن مطعم يقدم حلوى الكنافة، ولكن كانت الطريقة فجة وأثارت الغضب. ولكن يعني الجميع بانتظار ما ستقوم به يعني الانتقادات من هذا الإعلان والغضب الشعبي الذي أصاب معظم أطياف الشعب الأردني، خاصة وأنه يجمع الجميع على حب المنسف وعلى يعني احترامه. الله يعينهم. طبعا يعني مو شيء سهل، انتقادات كثير وصلتهم. وأيضا هناك موضوع آخر، علقوا مقلوبين في الهواء، إيش التفاصيل؟ يا ساتر يا رب.
نعم في مدينة من مدن الألعاب الأردنية، خاصة في منطقة أرصيفة، للحظات أو يعني وقت ليس بقليل يعني علق بعض المواطنون الذين كانوا يلهون في ثاني أيام العيد. يعني كانت لحظات تحبس الأنفاس لمن علق في هذه اللعبة، وأيضا لذوي هؤلاء الأشخاص الذين كانوا عالقين لمدة ليست بقليلة. ولكن خلال هذه الحادثة يعني تم تحرك كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية وحاولوا السيطرة على الموضوع، وخلال يعني عملية الإنقاذ وعملية إصلاح العطل الذي أصاب هذه اللعبة أصيب أحد كوادر الدفاع المدني وهو وكيل، والآن يتم علاجه. لم تكن الإصابة يعني خطيرة وهو الآن قيد العلاج، وتم ريم فتح بحث أو تحقيق في الموضوع للوقوف على أسباب توقف هذه اللعبة وماذا حدث. ولكن يعني ربما أن كانت الفرحة يعني لم تنتهي ولم يوقفها هذا الحادث، واستمرت الفرحة واستمرت الألعاب واستمر الناس في اللهو في مدينة الألعاب. وقد تحدث هذه يعني المواقف، ولكن قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله أن الجميع بخير ولم يصب أي أحد. بس هذا أحد الكوابيس على فكرة لكثير من الناس. أنا خلاص خصوصا للأباء. تخيلي لو أطفالك يعني. لا ما أرضى لك. خاصة في الهواء. طبعا طبعا الله يسلم الجميع، أهم شيء جات سليمة، ونقول الحمد لله أنها جات على كده يعني ما تفكت اللعبة وهو فوق. ولكن شيء جميل جدا أن الناس يكونوا مبسوطين. شكرا لك سهى من عمان، شكرا لهذه القصص. طيب كمان قبل ما نروح على موجز الأخبار نتذكر أننا في موسم الصيف والأعراس وشهر العسل. خلونا نروح إلى السعودية ونشوف إجابات الناس على سؤالنا، ما هي الوجهة المثالية لشهر العسل برأيك؟ حالياً أرى أنها أذربيجان، جدا ممتازة. أنا أشوف أن جزر المالديف أحسن مكان يعني الصراحة. في أماكن كثير بس أتوقع أفضلها جنوب المملكة، مثل باحة ومثل أبها ومثل السودة ومناطق هذه. أحس تركيا فيها مناظر حلوة يعني، والجو فيها رائع، وبعد يعني برأي لندن مرة حلوة. بوجهة نظري والله الرياض، ما في مثل الرياض، ولا تحد الرياض ولا أي بلد ثانية. ما في شك أن طبعا في مملكتنا الغالية توجد كثير من المناطق الباردة والجميلة مثل الطائف والجنوب. أفضل مكان ممكن تقضي فيه الجنوب المملكة العربية السعودية الحقيقة، يتمتع بجو أجواء رائعة، خدمة بنية تحتية ممتازة. أشوف البحر الأحمر في أماكن جميلة شفنا تصوير لها، إذا أنت طالع شهر عسل فأنا أنصح فيه. أهلا بكم من جديد. أمل وجورج كلوني الثنائي المثالي في هوليوود يعيشان تحت ضغط شديد، زوجان منفصلان بعيدان بعد مضي حوالي عقد على دخولهما القفص الذهبي. السبب إدمان كل منهما على العمل. زواجهما بدأ في الانهيار تحت الضغط، هذه هي المعلومة السرية التي تناقلتها الصحف العالمية. لكن سعادة التوأم هي أهم أولوياتهما، والطلاق في هذا الوقت سيكون كابوساً. هذه معلومات مهمة لابد أن نطرحها على الطاولة لنفهم أكثر ما الذي يحصل فعلا بين جورج وأمل، يعني الثنائي المثالي في هوليوود أو هكذا كان يقال. لنبدأ أولا بهذه المعلومة التاريخية، عام 2014 يعني قبل 10 سنوات قال الزوجان أنهما لن يعيش أحدهما بعيدا عن الآخر لأكثر من أسبوع. اليوم في 2024 يبدو أن جورج كلوني سيعيش لوحده في نيويورك، وهي ستبقى مع الأطفال في منزل الأسرة الجميل على ضفاف بحيرة كومو في إيطاليا. قصة ثانية، قبل سنوات قال جورج كلوني إن الأسرة هي أولوياته المطلقة، وبعمر 60 سيتقاعد ليتفرغ تماما لأبنائه. جورج كلوني بات الآن في 63، ولا يبدو أنه بأنه يعني على طريقه إلى التقاعد. قصة أخيرة،
أما الكلوني نشيطة جدا، وبحسب التقارير هي مدمنة على العمل، تسافر كثيرا، وكانت شخصا أساسيا في القضية الدولية حول الجرائم المرتكبة في غزة. طيب خلينا نشوف رأي الشارع اللبناني، هل يمكن للبعد أن يعيد إشعال شرارة الحب؟ هو البعد بيخلق مثل الشوق بين الشريكين، فممكن إنه يزيد الحب بيناتهم. أكيد لا، ما بيعيدوا أبدا بالنسبة لإلي أنا. أكيد لا، لأنه الأشياء بتموت وخلص، بس يكونوا اثنين بعاد عن بعض فخلص، حسب طريقة الانفصال والشي اللي صار بسبب اللي سبب الانفصال والبعد. إذا كانت ظروف وإذا كانت اثنين متفاهمين إيه أوكي، بس إنه إذا حدا انفصل كرمال البعد بحد ذاته فلا أكيد، فهون الشعور بيموت أكيد. حسب كيف، إذا بحبوا بعض ولا لا، إذا في حب من تجاه واحد ما بيصير، إذا حبين من تجاهين بيصير، ما أكيد يعني. مش الميديا ما بقى في بعد، يعني لو بعيد كأنه معك كل يوم، بقى هي ذاتها. طيب حنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر. نرحب بضيفتنا مدربة الحياة من الدوحة هالة أبو سعد. يسعد صباحك هالة. ويقولوا البعيد عن العين بعيد عن القلب، ويقولوا كمان ابعد خليك بعيد حبك يزيد. طب إحنا احترنا، يعني في مؤسسة الزواج ما هو أفضل الحلول حتى يشتعل الحب ويبقى بين الزوج والزوجة؟ صباح الخير إلي كريم ولكل المشاهدين، وينعاد عليكم. هلا وقت ما عم نحكي عن الزواج بهوليوود، الزواج في هوليوود يختلف عن الزواج في أي بقعة أخرى في هذا الكوكب. يعني الزواج بهوليوود هو كتير صعب، عنده شروطه وعنده خصوصيته، فمشان هيك هم وقت ما عملوا عقود الزواج قالوا إنه نحن ما رح نبعد عن بعض أكثر من أسبوع. فالزواج بمؤسسة الزواج بعصرنا هيدا بأي منطقة بالعالم عم تتعرض لضغوطات كتير، فكيف ذلك بهوليوود؟ يعني بهوليوود في عنا عمر الزواج قصير جدا على مدى عقود من الزمن، هذا الشيء اللي صار وإله أسباب كتيرة. السبب إنه في عنا ضغط إعلامي هائل، فبتحسي إنه ما في خصوصية للمشاهير، عندك بريق الشهرة الذي يعمل بصيرة، فبصير الشخص بيركز على نجاحاته مش على نجاحهم كثنائي. عندك التنافس، عندك الخيانة، في أسباب كتير، ساعات العمل الطويل، السفر، الجدول الزمني المزدحم. فالزواج بهوليوود له خصوصيته. وقت ما عم نحكي عن أبطال القصة اليوم اللي هن جورج وأمل كلوني، قصتهم طبعاً كتير مشوقة، كتير معروفة، في عناصر مختلفة بحكم إنه هو كان العازب الوسيم المشهور، هي كمان إنه بريطانية لبنانية، وفارق العمر بيناتهم، فخلوا الكل يحكي عنهم. مزبوط. فهلأ طبعاً هني كل واحد عم بيعيش ببلد، كل واحد كمان بيمارس شغفه، يعني هو رجع للمسرحيات وبرودواي، وهي ايضا مشغوله في قضايا الانسانيه وغيره. وغالبا هذا اللي بيحصل، يعني احنا في بدايه زواجنا بنقول احنا نبغى نسوي كده، ومستحيل نزعل، ولو زعلنا حنعمل كده، في افكار بنحطها في بدايه الزواج، ولكن بعد سنوات من الزواج بيختلف الواقع، بيفرض نفسه. يعني في واقع انه اوكي يفضل الحب، ولكن برضو انه احنا لينا اهتماماتنا الخاصه في الاخير يعني، وهذا شيء يعني مو معناته انه انا ما صرت احبك مره اخرى يعني، ولا ايش رايك؟ مزبوط، بس هو الزواج مؤسسه او شراكه، فهيدي المؤسسه عاده الدوام فيها حضوري يعني مش اونلاين. فهلا اذا هو بشكل مؤقت او لفتره معينه ممكن واحد يتفهم، بس الزواج هو مؤسسة شراكة تحتاج إلى الكثير من الجهود من قبل الطرفين. ففي ناس بتقلك الحب، بس الحب هو ممكن شرارة تنطفئ أو تشتعل. ما فينا نعتمد عليها، نحن نحتاج إلى الإنسانيات. شو الإنسانيات؟ يعني نحن ما نكون بني آدمين على قد ما بنقدر بالعلاقة، إنه أنا ما بدي أكون بس أنانية، أنا بدي أحب حالي وبدي أحبك، أنا بدي أهتم بحالي وبدي أهتم فيك، أنا بدي أوثق بحالي، بدي أؤمن بنفسي وأؤمن فيك، ففي أشياء متبادلة. مزبوط. فمرات البعد أو distance relationship، يعني كل واحد يكون ببلد
فيها صعوبة، ويعني هو ناقوس الخطر يدق مؤسسة الزواج بالحالة العادية بالحالة الطبيعية، لأنه إحنا عايشين بعصر صعب جدا ووتيرة فيه صارت سريعة. فكيف إذا عم نحكي إنه بين مشاهير وبهوليوود وناشئين كتير وكل واحد عايش بولاية، طبعا الموضوع صعب جدا. طيب عموما كمان خلينا نشوف رأي الناس والمتفاعلين على سؤالنا في الفيسبوك ونشوف إجاباتهم. هل يمكن الابتعاد عن الآخر هو حل لإعادة حرارة الحب بين الزوجين؟ نبدأ من عبد الله محمد، يقول الابتعاد يعقد الأمور ويصبح الشخص معتاد على حياته بمفرده بعيدا عن مسؤولية الشريك، منطق. أما محمد بيقول لا، البعد ينسي كل حلو وجميل. شوف رأي سراج الدين، قد تكون فكرة جيدة. سراج بيفكر في الموضوع. إكرام تقول البعيد عن العين بعيد عن القلب. طيب أرجع لك أستاذة هالة، يعني أحيانا في مؤسسة الزواج الروتين يقتل العلاقة، الروتين يقتل الحب، فتلاقي الحياة أصبحت عملية زيادة عن اللزوم. طب هل هو غلط إنه الواحد يبعد شوية يروح يلاقي شغفه أو يمارس هذا الشغف أو الهواية أو حتى لو كانت هذه الإجازة بعيد عن الشريك ويشتعل شعلة الحب مرة أخرى؟ مزبوط ريم. هلا انت قلتي اجازه، بس الاجازه وقت ما تكون مفتوحه يعني هون there's a question mark، يعني وقت ما نحن مثلا هن عندهم التوينز، هون التوينز حيسالوا وين بابا مثلا، ما نحن ما نتشارك الانجازات والنجاحات الصغيره والكبيره مع بعض، ما نفهم بعض، ما نحضن بعض، يعني حتى على الوجود الجسدي هو شيء كثير مهم بحياتنا النفسيه والعقليه والجسديه. سو في شيء مش كثير يعني مألوف، لأنه ممكن تاخدي إجازة لوقت قصير، ممكن تبتعدي، ممكن مرات عندك مشروع خاصة بحكم شغلهم في مشروع لكل حدا، في فيلم عم يشتغلوا عليه، قضية إلى مهنالك. بس وقت ما تكون إجازة مفتوحة منه شيء كتير مألوف، يعني نحن بحاجة إنه نكون قد ما فينا أنيسين مع بعض. هذا هو القصة، هي العلاقة الزوجية اللي هي مبنية على المودة مبنية على الرحمة. مظبوط. أنا قرأت في أحد تصريحات جورج كلوني بيقول إنه زوجتي أصبحت مدمنة على العمل، يعني كأنه هناك شكوى بأنها هناك ليس وقت لي، وهناك ليس وقت لحبي ولأطفالي ولبيتي ولحياتنا الزوجية. لكن لو كان العكس، يعني ما في مرأة تقول هو مدمن على العمل، بتقول بس بتتحمل في الأخير وبتقول هذا عمل. يعني نظرة الزوج لزوجته غير عن نظرة الزوجة لزوجها، سواء أنا أتكلم على الانشغال خارج البيت، بيغير يعني في مؤسسة الزواج كثير وفي الحب بين الزوجين. معك حق، بس كمان ما تنسي أنه في 17 سنة بيناتهم فرق بالعمر، يعني هي وقت ما تعرفت عليك كان عمرها 35 سنة. نعم. وبعدها كانت عم يعني تبلش بمعتقك المهني وعم تأسس حالها، بينما هو هلأ عمره 63 ربما يعتبر حتى عمر التقاعد في بلد معين. سو في فرق كتير بيناتهم، فرق العمر الـ age gap كمان بلشت تظهر باهتماماتهم بطريقة تعبيرهم. بس كمان بدي أقول لك، عادة العيشة بهوليوود، لأنه في ناس بتقول إنه حتى هوليوود هو كوكب بحد ذاته، العيشة بهوليوود يعني بتبين مع الشهرة، ببلش يبين شخصياتهم واختلاف شخصياتهم، حتى التنافس بينهم. مظبوط. يعني هن تحت ضغط رهيب، يعني عايشين بمحل خاص جدا كمان. بالفعل يعني أنا أشوف إنه هم مثال لأمثلة كثير للمتزوجين، وهذه طبيعة الحياة وهذه هي مؤسسة الحياة. يمكن يبقى خيار الأطفال وإنه الوجود عشان الأطفال، والمودة والرحمة بين الزوجين هي الأفضل، والاحترام والتقدير، وما في مانع إنه كل واحد يمارس هذا الشغف. شكرا لك يا أستاذة مدربة الحياة أستاذة هالة أبو سعد، شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح. البعد طبعا بيعمل جفا، لانه ببني على اساس الحب بتقربوا من بعض لما يكونوا مع بعض، فهمت كيف؟ اما لما يكونوا بعاد عن بعض بولد جفا طبعا، لانه بصير في بعد، ما في تواصل بينهم، لانه خلص انقطع التواصل ما في حب. هلا هو بولد جفا لانه اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب، تمام. وممكن هو الحب الصادق هو حب ارواح،
قد ما كان في بعد ولا كان في غربة بيضل حب أرواح. أكيد بيولي الجفا لأنه لما يصير بناتهم بعد بطل فيه لا هو بيسأل عن هاي ولا هاي بتسأل عنه، يعني بيصير يفكر بشغلات تانية و يعني بيصير تروح من باله بلا ما يكون ماخذ له فكره مثلا 24 ساعة. هي بتنساه هو بنساه، بيلاقي شغلة تغير له حياته وهي بتلاقي شغلة تغير له حياتها. طبعاً أصبح من الواضح أن المشكلة الأساسية في الطعام والصحة هي الارتفاع السريع في سكر الدم. هذا الارتفاع أو الشوغر سبايك بالإنجليزية هو العدو الذي سيخفض طاقتك ويزيد من كآبتك وسيشعل الالتهابات التي تسبب الشيخوخة وكل الأمراض الأخرى. طيب خلونا نروح للسوشيال ونشوف نصيحة خالد حول علاقة ترتيب تناول الوجبات بنسبة السكر في الدم. نفس الوجبة لكن نتائج مختلفة، كيف؟ عادة نركز وايد على شو ناكل وشو ما ناكل وما نتساءل عن كيف ناكل. الترتيب في الأكل له تأثير كبير على ارتفاع مستويات السكر وكذلك الإنسولين، فالترتيب الأصح أن نبدأ بالألياف وبعدين البروتين والدهون ومن ثم النشويات والسكريات، بعدها بتحسوا بشعور أفضل مقارنة بتسلسل مختلف وبتستمتع بالحلويات وبدون حرمان. طيب إليكم أكثر ثمانية أطعمة تسبب هذه الظاهرة. أولاً المشروبات وأيضاً عصير الفاكهة، ولا يعتقد أحد أن عصير الفاكهة صحي، صح ولا لا يا ريان؟ أكيد أكيد يا ريم، وأنا حواصل على طول بعد المشروبات وعصير الفاكهة سنتحدث عن يعني شيء ثالث. إليكم أشهر أطعمة يعني تسبب هذه الظاهرة، المشروبات وأيضا عصير الفاكهة. لا يعتقد أحد أن عصير الفاكهة صحي، سنتحدث عن فاكهة واحدة محببة جدا، البعض يقول أنها ألذ فاكهة على الإطلاق، وهنا نتحدث عن المانجو، وبالفعل المانجو من أكثر الأطعمة المسببة لارتفاع سكر الدم. ثالثا مادة يعتقد كثيرون أنها صحية، وهنا نتحدث عن العسل، يبدو أن العسل أيضا يحظى برصيد سلبي فيما يتعلق بسكر الدم. رابعا السكر المستخرج من قصب السكر، طبعا مهما كان لون السكر وسلبي يعني أو سيء. خامساً الكانديز معشوقة الأطفال، أخرجوها من حياتكم بحسب خبراء التغذية. سادساً النشويات المكررة يعني المعكرونة البيضاء والخبز الأبيض، هذه المنتجات تمت إزالة الألياف منها وبالتالي هي مثل السكر. سابعاً بعض الخضروات العالية النشويات، ونذكر خصوصاً منها البطاطس والبازيلا. وأخيراً المأكولات السريعة على كل أنواعه وعلى جميع أنواعه. أنا بستعرض في المأكولات، ريم بتقول يا سلام. لا يا سلام، يعني خلاص ما ناكل شيء، نشرب مويه وننام، ما يعني ما نسوي ولا شيء في حياتنا يعني صراحه يا ريان. المانجا احبها واكلها وكل شيء صراحه. انت مش ضروري على هاي الخبريه، بدي ابعث لكم فيديو بعدين بيحكي عن انه ما رح ناكل شيء اخر. شكرا لك يا ريان على هذه الاطعمه اللذيذه صراحة. خلينا نرحب بالاستديو الدكتورة منال علي أحمد، اختصاصية التغذية العلاجية. يسعد صباحك منال. صباح النور، وأيضا زميلتنا رهوية. يعني في هناك دراسة نشرت في تايم ماجازين، بدء اليوم بتناول قطعة من الخضار في الفطور يخفض مستوى السكر بشكل عام ويخفف من الشعور بالجوع طوال النهار. ما صحة هذه المعلومة؟ هل بالفعل إنه المفروض إننا نبدأ بخضار أم نبدأ بالبروتين؟ هلا في أكيد في منه شيء من الصح وحسب العلم يعني والدراسات، ترتيب كيف عم ناكل يعني هي نبلش بالخضروات الأياف أكتر، بعدين بروتين ودهون صحية، وآخر شيء النشويات. طيب هيدا الشيء بيساعد إنه ينظم مستوى السكر بالدم ويخلينا نشبع أسرع وما ناكل كمية نشويات أكبر. ولكن منه دايما براكتيكال عملية، يعني مثلا إذا عندي أنا سباجيتي مثلا ما فيني أفصل
الباستا، عن اللحمة، عن الخضرة اللي فيها. بس إذا كان بالإمكان فينا نعمل هذا الشيء. هذا لما نحكي عن الوجبة اللي رح ناكلها. بس إذا كان الأساسية. في بداية اليوم عم نحكي عن وجبة الإفطار واللي هي يمكن بتحدد شو للنهار كله. بالضبط شو وضع جسمنا للنهار كله. إحنا عم نعمل العكس تماماً. حتى بكل ثقافات العالم يعني مش بس عندنا بالثقافة العربية. شو نبدأ بالسكر أو بالحلو. لا في ناس يفطروا فول وبيض. هيدا بس أكيد بياكلوا مع خبز. صح بياكلوا مع خبز. هلا الخبز افضل انه يكون اسمر اكيد لانه هيدي النشويات الكامله بتساعد انه كمان تنظم مستوى السكر بالدم. بس انا رح اخبركم على اشياء بلكي كمان مثل هالهاكس هاي اللي بنعملها بحياتنا. يعني مثلا انا بقول لهم في شيء عم تسمعوا فيه يمكن نحط النشويات بالبراد بنقلها ريتروجريديشن يعني بنبردها ويكولت احسن. شفنا فيديوهات كثير على هذا الموضوع. هلا هي بتساعد على فكره نفس الوحدات الحراريه ولكن النشا اللي فيها بصير نشا معقد ريزيستنت ستارتش يعني كمان امتصاص السكر بصير ابطا. فهذا الشيء بياثر كمان على يقال انه افضل شيء انه من يعني نعمل للنشويات مثل الخبز نبردها فروزن وبعدين نعملها توستد. بس انا كان عندي سؤال كان نفسي اسال هذا السؤال لكل فيديو كنت اشوفه. بنحطه بالتوستر وهو فروزن ولا بنخليه بتبرديها شوي بتخليها شوي تفك بعدين بتحطيها بالتوستر بتساعد شوي تخفف مؤشر الجلايسيمي. هون بنوصل للمؤشر الجلايسيمي للاكل. اذا كمان ما قادرين انه نفصل الفواق الخضره على هيدا او نعمل ترتيب للاكل فينا نختار طيب. كمان النشويات مؤشر جلايسيمي قليل هذا الشيء بيساعد كمان. الحين طيب. لو قلنا انه عندنا بعض الماكولات وابغاك ترتبيها لنا حتى لا يرتفع مستوى السكر في الدم نبدا بايش؟ خلينا نشوفها. طيب عندنا البرتقاله وعندنا قطعه خبز وعندنا سلطه عندنا صحن مشاوي صحن ارز وبيضة مسلوقة. وجبة متكاملة. كل هذا بوجبة مين؟ إيه هلا هو أفضل إنه نكون عم نبدأ بالسلطة، أوكي؟ والهاك التاني اللي بدي أقول لكم إياه نحط عليها خل. اللي ما بده يشرب مي وخل مثلا الخل اول شيء بيساعد بينزل مستوى السكر بالدم وبيحسس بالشبع اكثر. ما بيدوب الدهون؟ لا مش بهيدي بنظم مستوى الكوليسترول اذا بدك بس مش انه بيدوب الدهون هي طيب. تلقائيا لما بخف اكلك بصير الجسم بيدوب طيب. سلطه بخل بعدين البروتين اللي هي البيضة. البيض والمشاوي مثلا هلا مش ضروري ياكلوا بيض اذا في مشاوي بس انه طالما موجودين مع بعضهم بعدين الرز اذا ما في رز اسمر الرز الابيض معهم السلطه مع البروتين بيكمش شويه نشويات فامتصاص بصير ابطا يعني واحد ياكل الرز مع اللحمه عاده ايه مو هي حسب اذا عم اقول لك اذا منا براكتيكال يعني عمليه اهم شيء اختاري مثلا النشويات المعقده يعني الباستا السمراء الخبز الاسمر اذا ما بنقدر انه نرتب بهي الطريقه ضل اخر والفواكه اخر خبز شي. في خبز كمان الخبز هلا انا دائما بنصح اذا في رز ما ناخذ خبز بس انه اذا الرز والنشويات مع بعضهم يعني بس انه ما ناخذ نوعين نشويات بنفس الوجبه واخر شيء الفواكه هيك الفواكه احسن ما تكون لحالها كسناك ناخذها قريبه من الوجبه بضل في مفعول الالياف والبروتين والدهون مثلا موجوده بهالوجبه بتبطئ من امتصاص السكر عشان هيك بنحلي عاده احنا بعد الاكل الا في قريب. الا في بعض المدن بالوطن العربي نابلس واحده منهم المشهوره بالكنافه النابلسيه بيبدوا فيها بيبدوا بالكنافه يا ساتر والله بيبدوا بالكنافه بعدين بيتغدوا هيك بصير عم ناكل كميه اكبر لانه تكوني جوعانه فبتاكلي طيب. احنا عملنا هذه التجربة مع الناس ونشوف اختياراتهم. خلينا نروح للعراق وشوفنا كيف الناس كيف يرتبوا الأطعمة اللي راح يتناولوها خلال وجباتهم. طبعا البرتقال وقطعة الخبز والسلطة والمشاوي والأرز والبيض المسلوق. نشوف خلينا نشوف الأكلات تريد ترتبيها حسب الأولوية شنو اللي تبدين بيها بالأكل وبعدين شنو تأكلين؟ بيض وخبز أكيد عصير برتقال للغداء اللي هي اللحوم والرز أكيد وآخر شيء شنو عندنا سلطة على عشاء يعني أو ممكن تكون كسناك. نبدي بيض ووجبة الغداء يعني رز ممكن أو لحوم والسلطة ممكن همنينة يعني ويا وجبة الغداء أو ممكن تكون كعشاء. أني أول شيء الريوق معجنات لأن ما أحب البيض وأكيد الغداء لحوم وهيك أشياء والعشاء خفايف. البيض أول شيء أول ما أقعد سلطة أثناء الظهر يعني غداء رز وياها يعني برتقال عصريات خلينا نقول والمشاوي أو شنو هالمشويات هاي يعني بالعشاء.
أعدي بالبيض، وإذا أقدر جوز همينة وياها همينة آكل، والظهر سلطة وشوية تمن يعني اللي هو رز ولحم، وبالليل فواكه عشاية. العافية. بيض نبا أكل الخبز بعدين تمن ولا شنو اللحم؟ طيب السلطة والبرتقال وهي الأكل. الناس إنهم يفكروا إنه لما يبدأوا يومهم بعصير البرتقال هو أنسب خيار وإنه شيء مرة صحي جدا. شيء أخطر خيار هذا ممكن يكون. ليش؟ أنه سكر سيمبل شوجر يعني سكر بسيط. سبايك بعلي دغري السكر بالدم، بيعلى الانسولين بسرعة، بيوطي السكر بالدم، بنصير مثل رولر كوستر يعني على طول عم نجوع على طول عم نطلب سكر. فلا أفضل نبلش بالبيض، ببروتين، زبادي يوناني مثلا. إذا وللبود بدنا معه السكر ممكن نحط بلو بيري توت مثلا، فراولة، هيدي ممكن تكون برنولا، كرانولا اللو شوجر كمان. هلا هو مش أفضل خيار بس إنه البروتين البيض الفول الحمص هيدي الخيارات كمان كتير بتشبع. يعني أنا سؤالي اللي دائماً يعني أفكر فيه إنه ليش يخاف الناس من ارتفاع السكر في الدم ودائماً يقول لك خلينا نجرب هذه الأكلات ونشوف كيف بترفع السكر. طب ما يرتفع السكر، ما السكر لما يرتفع في الدم بيديني في سعادة بيديني نشاط. قبل الهواء قبل الهواء يمكن أنت عم تسأل وليه زعلانين إذا بطلع السكر خليه يطلع. هلا ليكي يطلع معك حق صراحة بشغلة اللي بحطوني الجلوكوز ميتر بيطلع بعد الأكل. هلا هيدا السبايك على المدى الطويل مش منيحة. يعني ممكن يصير يتراكم هالسكر بالدم يصير عندي سكري. إذا احنا بنتكلم هنا انه يسبب السكر التراكمي ممكن يزيد. مزبوط. يعني انا هيدا السكر اللي بشوفوه كل دقيقة شو تأثير هالأكل صارت مرة مرتين ما في مشكلة، ولكن الدراسات انعملت على قصة ترتيب الأكل وشافوا مخزون السكر التراكمي إذا أنا عم بعمل ترتيب على مدى 3 شهور لأنه الكريات الحمر كانت 3 شهور، لقوا إنه صراحة ما في كتير وقت بهذا الترتيب إذا عم باكل هاي قبل هيدي 1% نسبة بس الفرق. لقوا إنه وزنهم أقل عم بيكون إذا هذا هو التفسير العلمي. لذلك شكرا لك منال اختصاصية التغذية العلاجية. شكرا لوجودك معنا. شكرا راوية. أهلا بكم من جديد. تخيل فقط وفي ثوان يصبح خيالك مقطع فيديو. المبدأ ليس جديدا، سمعنا كثيرا عن منصة سورا وعن منصة صينية ومنصات صينية وأخرى أمريكية، لكن اليوم الحديث حديث العالم بأسره مع منصة لوما وبرنامجها الغريب العجيب دريم ماشين. المنصة مفتوحة الآن أمام الجميع ولكن مع حد أقصى للفيديوهات، هو 5 فيديوهات يوميا وحد أقصى للوقت هو 5 ثواني. في الاستوديو صانع المحتوى المهتم بالتقنية والألعاب الإلكترونية النشيط جدا أحمد النشيط. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. صباح النور. لماذا البرازيل؟ علشان كوبا أمريكا يعني، فحس اليوم سهران وقاعد طالع المباريات فجيتكم. ترى أنا أرجنتينية وأنا برازيلي من أيام هدف مارادونا العالمي اللي باليد. بيد؟ أيوة. شوفي أنا برازيلي بس أحب ميسي، فإذا فازوا فيه لازم تحب ميسي. إذا فازوا فيه يعني في قطر شجعنا الأرجنتين. بس هذا اللي حكاية القميص ولا عادي؟ هاي كلاسيك. هاي كيف كلاسيك يعني؟ هاي الأصلي الأصلي حق رونالدو. رونالدو شخصية؟ رونالدو من جد؟ كيف؟ عندي رونالدو، عندي بيلي، أنا جمعت هو شفتر. كان لابسه بنفسه؟ يس. لا والله عندي إياهم مجمعهم. كيف كذا؟ والله كم أخذته؟ هاي مو موضوعنا اليوم. موضوع كيف؟ صراحة صح هو مو موضوعنا بس تحمس تتكلم عليه. راح أصور لك صور إذا رجعت البيت، راح أراويك عندي تيشيرت ميسي واللي فاز في كأس العالم، عندي تيشيرت لا تقول مارادونا. عندي بيلي ما عندي مارادونا. خلاص لما تجيب مارادونا نتكلم. من عيوني خلاص. عموما أنا أبغى أسألك عن الماشين، دريم ماشين. دريم ماشين من هذه لومة. الفيديوهات اللي شفناها الآن كلها مصنوعة من اللومة AI. يس.
هذه قد إيش رح تغير في لعبة صناعة الإعلانات والسينما والأفلام والدراما والحياة؟ كثير كثير. والشيء الحلو إن هي مفتوحة. إحنا سمعنا عن سورة مجانية؟ سمعنا عن مجانية لمدة أعتقد إنك تقدرين تصنعين 30 فيديو في خلال شهر واحد، يعني كل يوم تصنعين 5 فيديوهات تقريبا، ومسموح لك تصنعين 5 ثواني. حلو. أوكي، لكن إذا اشتريتي الاشتراك وأخذتي هيكون في مميزات أكثر وفي وقت أكثر، وراح تقدرين تفتحين لك خاصية إن تخلين إلى 120 فريم، يعني 120 ثانية. فتخيلي تقدرين تسوين مقطع على إنستغرام، مقطع على تيك توك، مقطع على الشورت حق المنصات، كله مصنوع بلوما اي اي، ولوما اي اي مجانا ومتوفره الحين. وهاي الشيء اللي صراحه انا مستغرب منه، اعلنوا عنها في يوم وليله وكل العالم استخدموها. والشيء الحلو ان قاموا يستخدمونها بطريقه ان يعملون الميمز اللي المشهوره، الصور المشهوره. أيوة. قاعدين يعملونها فيديوهات الحين. طب هل نقدر نستخدم صورنا شخصيات معروفه؟ قديش هذا رح يغير في صناعه الاعلان وصناعه الترويج والتسويق لاي شيء؟ بانك اليوم ممكن تروج عن شيء معين او منتجك او شيء، انك تدخل تصنع الفيديو بنفسك بدل ما تجيب موديل ومصور واديتر وما في فلوس، يعني الميزانيه بتكون لا شيء تقريبا. اعتقد الاي اي راح يتطور بطريقه مخيفه في والحين في الوقت الحالي هاي أسوأ وقت حق الاي اي، لان راح نحصل الاي اي يتطور معنا شوي 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 شوي، وراح نشوفه يعني عقب سنه بنرجع لليوم ونقول شنو اليوم اي اي، شنو الشيء اللي قاعدين نشوفه الحين، لان التكنولوجيا قاعده تتطور بشكل مخيف وشكل سريع. لكن انت تكلمتي عن الممثلين، تكلمتي عن احنا بنتكلم عن لها شق سلبي ولا وايجابي ايضا. بالضبط. الايجابي فيها ان افلام مثل خلينا نقول ستار وورز، عندنا ممثل كان موجود لا سمح الله صار له شيء ما يقدر انه يصور، راح يقدرون يستخدمون الحين هاي التكنولوجيا ويحطون هناك وراح توفر عليهم. يعني في افلام ممكن احنا شفنا حصل حاجه زي كده برضو، عملوها في بعض الافلام، عملوها في افلام من ديزني، عملوها صحيح. في افلام حق وارنر وغيرها. أيوه. من الشركات ان استخدموا التكنولوجيا، استخدموا الاي اي علشان هاي. بس الاي اي الحين الشيء الحلو فيه انه راح يغير من نظره العالم للفيجوال افكتس. وكل تعملين فيلم، خصوصا الاشخاص اللي بادئين في مجال صناعه الافلام ودهم يدخلون في هذا المجال، بالضبط تحسون ان الموضوع صعب، لكن الحين بس تكتب تكست وتكتب الاشياء. الحين راح يصير الشخص اللي يعرف يكتب البرومبت صح. أيوة. هو الشخص. اذا هنا التفاصيل اللي انا اكتبها وادخلها لهذا البرنامج، هنا الابداع. بالضبط. هنا اللي راح يعني تخلق الفارق وتوري ابداع للناس. انا مبسوطه لصناع الافلام الشباب انهم كيف راح يكون مره سهل عليهم، دائما نشتكي انه ما حد يعني يثق فينا، وميزانيه وابغى وعنده طموحات وخيالات في الاكشن وكذا، قد ايش ده حيفتح لهم الابواب. ممكن انك تعمل كونسبت كامل. بالضبط. اول كان عندنا سكتش بوك وتقعد ترسم وتسوي اشياء. الحين تقدر تتخيل المشهد قبل ما تصوره في الحقيقه. طب احنا جربنا هذا الموضوع. جربت طريق صباح العربية، جرب البرنامج وطلب منه إنه يورينا. حافظ على حافظ على ايه؟ لا الوجه حافظ عليه انه هو يتحرك كدا. حتى لو شكلك مش كده، بس هو التخيل حقه قاعد يتخيلك بنفس الصوره مع تغير الفريم. اول كانت عندنا مشكله بعمليه تجميل وكذا يعني. هاي الاي اي انا مالي خص على طيب اذا هنا اعتقد اني انا بألقي خطاب ما. يس. ف انت اعتقد قاعد تقدمين جوائز الحين. نعم. انه طيب خلينا إنه هذه صورة لي وأنا أتحدث مع طفل. في الـ AI لأنه راح يتطور معنا بشكل كبير وراح نشوفها. هاي بس بدايته. هاي هي البداية. بداية يعني يبغى لها كثير من الشغل. انت تخيلتي اصلا انه هذه صوره لي؟ انا اعرف الصوره دي، بس المخيف في الموضوع انه بالفعل كيف
خلق من هذه الصورة أني جعل جنبي طفلة وأنا تحركت تماماً وبدأت أتحدث مع هذه الطفلة أيضاً. وتخيلي لو أكيد فريق العمل اشتغلوا أكثر وكتبوا برومبت ثانيين وعرفوا البرنامج شلون تطبيقه، أكيد راح يعطونا صورة أفضل وطريقة أفضل حق هاي الشيء. وهاي النسخة المجانية، هذه بالضبط، ما بالك بعد كده الخيارات الاحترافية اللي ممكن يعطيها لنا. طيب كمان هناك فيديو آخر جربناه مع الفنان العزيز جدا محي إسماعيل، وهو في ملعب الكرة. طلبنا من الدريم ماشين أن يضع محي إسماعيل في ملعب للكرة. يعني هذه لحظة هذه الصورة عمرها ما عملها، يعني هذا المشهد محي إسماعيل عمره ما نزل الملعب وعمله، هذه الصورة هذا تخيل كامل. هو اسمه ماكينة الأحلام، فماكينة الأحلام تصنع لك أحلامك، الأشياء اللي أنت تتخيلينها، الأشياء اللي في مخك ممكن تطلع وتصير حقيقية. تشوفين شلون يبدو حقيقي جدا هذا أكثر. والشيء الحلو إنه وجهه حافظ عليه. المشكلة اللي كانت عندنا مع سورة وبرامج ثانية وتطبيقات ثانية وAI ثانيين إن الوجه ما يكون ثابت، فحين تشوفي ثبات في الصورة، في ثبات في الشخصيات، فممكن تصنعين شيء كامل باستخدام نفس الشخصية. أنا زعلانة ما قدرت تسوي مشهد الفنان القدير محي إسماعيل مع الفنانة القديرة ريم بوساطي في مشهد جميل كذا. فريق العمل وينكم؟ ممكن تحققون أحلام؟ أنا الآن بدأت تجيني أحلام كثير، وبالفعل يعني ممكن أي واحد اليوم يستغل الAI في صناعة الأفلام، السينما، الإعلانات، التسويق والكثير غيره. يعني أصحاب الخيال الخصب راح يبدعوا في هذا البرنامج، وراح نتأكد أن نشوف الأوسكارز وغيرهم راح يدعمون هاي التقنية. لأن ليش هاي التقنية راح تساعد من تسريع عملية صناعة الأفلام وتسهيلها أيضاً. وتسهيلها لأن أول عندك السكتشينج والستوري بورد وكل هاي الأشياء تأخذ وقت كبير. الحين ممكن بس تكتبين برومت واحد للسكريبت تحطيه ويتخيل لك السكريبت بس. مع المخرج يكتب لك إن كيف ودي الكاميرا، كيف ودي تكون الحركة، وراح يصير هاي الشيء. فراح نشوف شلون تطور السينما راح يصير مع الاي اي، وتطور الانيميشن اكيد مع الاي اي. ونتمنى انه يقف على هذا الجانب الايجابي وليس السلبي. يعني انت خايفه من الاي اي؟ انا طبعا انظر، يعني يقول لي كلام انا ما قلت، اقول كلام انا ما قلته، واكون بتصرفات لم اقم بها وكذا. في برامج ثانيه تستنسخ صوتك والحين استنسخ صورتك. سوينا استنساخ الصوت والصوره الان، فيجب ان ندمجهما ويصير عندنا يعني حوار ملفق. وقت اللي تكونين تاخذين اجازه من صباح العربيه ومسافره وكل شيء انا حاضره على الهواء. قولي للشباب هني يجهزون حلقه كامله بالاي اي. يعني كل يوم في تطور جديد وسريع ايضا للاي اي. شكرا لك المهتم بالتقنيه احمد النشيط. شكرا. طيب إلى ملف آخر، ما علاقة الخيول العربية برقائق الذرة أو الكورن فليكس؟ الكثير منا لا يعرف عن الكيلوغز سوى فطور الطفولة، لكن مخترع تلك الرقائق الشهيرة له إنجاز آخر يهمنا نحن العرب، أو بالأحرى يهم خيولنا العربية. فما هو هذا الرابط العجيب؟ عرض الخيول العربية في كاليفورنيا تقليد بدأه WK Kellogg، اسم مألوف بالتأكيد لأننا نتحدث عن الشخص ذاته صاحب رقائق الذرة الأكثر شهرة في العالم. فمنذ طفولته كانت لديه هواية جعلته من رواد استيراد الخيول العربية في الولايات المتحدة. Once WK Kellogg of Kellogg cereal had amassed his fortune, he went back to his one true love, which was Arabian horses. And so he hired the best trainers. He went and sourced the best horses from all over the world. And he picked out this piece of land about 40 miles east of downtown Los Angeles. And started breeding horses. The land was eventually donated to the state of California to start a university, but Mr. Kellogg stipulated that the donation was contingent upon the fact that Arabian horses continued to be bred and shown to the public here year after year.
مدينة بومونا في كاليفورنيا يمتطي طلاب جامعة كال بولي كاليفورنيا المدربين الخيول العربية بمدارس متنوعة لإظهار مرونة الحصان العربي المميز بذكائه وجماله. Arabian horses are the oldest breed to have a registry, and they're really known for a couple of characteristics: their beauty. They have really large eyes, a beautiful dished face. They have a little pronunciation here called a jibba, and small ears. They're also just remarkably intelligent horses, the smartest horses that I've ever had the pleasure of working with. I really like riding them. They feel very different than any other horse I rode, but in a fun way. I feel they have a lot more, like, you know, just due to their stride, but they're also like really good and like honest horses. And we basically just want to show everyone the awesome work we're doing here, all of our horses, our babies, just show them how, you know, we really care about these horses and kind of spread the word about this awesome breed. Yeah. شهرتها اليوم كانت الخيول العربية في الغرب نادرة حتى القرن التاسع عشر حين قام عدد من كبار الأثرياء باستيرادها وتربيتها ومنهم السيد كيلوغ الذي أخذ على عاتقه هذه المهمة الشاقة والمجزية. من مدينة بومونا في كاليفورنيا لصباح العربية ديما طايع. حتى في الدراما سفاح التجمع يثير الجدل. قصة بأحداثها وتفاصيلها المرعبة أثارت نزاعاً في الوسط الفني بعد إعلان أكثر من مؤلف بدء كتابتها. البداية جاءت من خلال المؤلف والسيناريست جوزيف فوزي الذي أعلن منذ أيام عن كتابته لمسلسل يحمل اسم سفاح التجمع ونشر الصفحة الأولى من معالجة المسلسل عبر صفحته على فيسبوك. ثم فجأة أعلن السيناريست محمد صلاح العزب هو السيناريست الذي كتب مسلسل سفاح الجيزة عن استعداده لكتابة مسلسل سفاح التجمع ونشر صورة تجمع بالمنتج أحمد السبكي أثناء توقيع العقد بينهما معلناً اختيار الفنان حسن الرداد لدور السفاح. حنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر من القاهرة. ينضم إلينا مؤلف مسلسل سفاح التجمع الأستاذ جوزيف فوزي. يسعد صباحك أستاذ جوزيف. يعني إيش هي الكواليس الخلاف مع السيناريست محمد العزب حول كتابة مسلسل سفاح التجمع بعد إعلانك أيضا؟ صباح الفل. مفيش خلاف بمعنى كلمة خلاف. احنا في الاول وفي الاخر احنا زملاء. نعم. ودايما انا بعتبر مهنة الكاتب هي من ارقى المهن. يعني الموضوع كله ان احنا انا والاستاذ ايمن شركة الجزور ليها كل الاحترام بدأنا في انتاج والشغل على مسلسل سفاح التجمع لان هي قضية مهمة ظهرت على الساحة في مصر، فكان لينا السبق ان احنا نشتغل على المسلسل. نعم. بس ففوجئت بعديها بشوية ان احد الزملاء اعلن ان هو شغال على نفس المسلسل. فبسرعة اتكلمت انا والاستاذ ايمن عشان بس نضمن حقنا، لان صناعة مسلسل ده موضوع كبير. يعني مزبوط. موضوع فيه ميزانية وتكلفة وفيه شغل كبير جدا، فما ينفعش حق الشركة والحق الادبي والفني لا يضيع. بس فخدنا خطوة، هي كانت خطوة تحذيرية للحفاظ على اسم المسلسل، لان انا لما وثقت العمل او كنت اول مؤلف يوثق العمل انا سجلت اسم سفاح التجمع. طيب. ففوجئت ان احد الزملاء اتفضلي. ايه اتفضل. يعني حضرتك بسفاحة التجمع ولكن الكاتب الاخر باسم ايش؟ نفس الشيء سفاح التجمع؟ لا هو
هو عنده إصرار دايما في كل إعلاناته إنه بيعمل سفاح التجمع مسلسل سفاح التجمع. لا هو قانونيا اسم سفاح التجمع خلاص بقى متسجل باسمي وباسم شركة الجزور. نعم. فما ينفعش حد يستغل الاسم ده في عمل فني تاني. الكلمتين دول اللي هما سفاح التجمع بس كده. تاني حاجة في حاجة قبل ما يكون في قانون، هو دايما بيبقى في حاجة اسمها عرف واحترام. يعني اللي أنا متذكره إن وقت مسلسل سفاح الجيزة كانت شركة الجزور كانت ناوية وخدت خطوات في تحضير مسلسل لنفس الموضوع، موضوع سفاح الجيزة، وراحت للرقابة عشان توثق الموضوع والفكرة. يعني عرفوا إن قبلها بيوم نفس الزميل الأستاذ محمد سجل الفكرة بتاعت سفاح الجيزة، فالشركة بمنتهى البساطة انسحبت من المشروع فورا، ما قالتش أنا هعمل المسلسل ولازم أخد خطوات وأنا هشتغل. لا طبعا، الموضوع فيه نوع من الاحترام وفي زي الصحفي بالضبط اللي ليه أسبقية. نعم. هو اللي بيكمل. نعم. الفكرة كلها إن إحنا في المسلسل ده كان لنا الأسبقية وخدنا خطوات. طيب. فهو الفكرة كلها إن العرف والاحترام، لا يعني اللي بدأ يكمل واللي جه متأخر ياخد خطوة كده كنوع من. هذا هو المفروض إنه اليوم إنه كان مفروض يكون السيناريست محمد صلاح العزب بيكون معانا في هذه الفقرة لتوضيح وجهة نظره، واعتذر وقال إنه مش حيعلق إلا بعد مشاهدة المسلسل. إيش ردك على ذلك؟ لا هو طبعا ليه كل الاحترام وطبعا دي وجهة نظره، وفي الآخر أنا دايما بقول إن الشغل بتاعنا هو في الأول في الآخر بالجانب إن هو فن وذوق، لكن في نفس الوقت في تقدير واحترام بس. أكيد أكيد. طيب خلينا نتكلم. دي مطلق الحرية إنه يشتغل وإنه براحته يعني. نعم نعم. طيب أستاذ جوزيف، خلينا نتكلم أكثر عن المسلسل. حضرتك الآن بدأت في كتابة المسلسل، بدأت في كتابة الحلقات، كم حلقة إلى الآن؟ طبعا احنا المشروع اللي بيني وبين شركة الجزور الأستاذ. نعم. أيمن هو عبارة عن 10 حلقات. أنا شغال تقريبا يعني بقالي فترة من أول. نعم. ما وثقت الفكرة يوم 29/5، وحاليا أنا وصلت تقريبا لنص المسلسل، لخمس حلقات. طيب وسؤالي هو الآن، إلى الآن المحاكمة شغالة، القضية شغالة، القصة لم تكتمل، الحقائق لم تكتشف كلها 100% كمان يعني بشكل كامل، هناك أيضا أسرار لم تكشف بعد ولسه من المتوقع أنه يكون فيها الكثير من الأسرار. كيف جبت هذه المعلومات؟ هل هو اقتباس عن القصة وحضرتك ممكن ارتجلت الباقي، ولا هي القصة كاملة وحقيقية 100%؟ يعني هل أنت لك علاقات بأنه عندك مقرب من أحد ما بيقولك تفاصيل ما يحدث في هذه المحاكمة؟ طب أنت كيف راح تكمل الكتابة إذا المحاكمة لسه حتطول وما خلصت؟ هو أي دراما بيبقى فيها جزء من الاقتباس. نعم. أو أنا باخد روح الموضوع، والمؤلف بيبقى له مساحة من الخيال إنه يبني الدراما بتاعته بالطريقة اللي تجذب المشاهد. نعم. يعني القضية فعلا مفتوحة، فأنا ما أقدرش أقرب أودي حكم قبل ما القضاء المصري يقول كلمته، لكن أنا من حقي يكون عندي مساحة إن أنا أقول وجهة نظري أو الخيال بتاعي بتاع المؤلف. فجايز أنا يبقى لي نهاية مختلفة عن النهاية الحقيقية اللي هتحصل في الواقع، جايز يكون ليا نهاية صادمة للجمهور أو ليا نهاية عكس. نعم. اللي يحصل. نعم. فدايما المؤلف ليه مساحة من الخيال هو اللي بيبني عليها الموضوع. لكن الفكرة كلها إن لما بيكون في قضية رأي عام أو قضية مشهورة في العموم، القضية دي على فكرة ممكن بعد سنين يتم اكتشاف فيها حاجات مختلفة خالص. نعم نعم بالفعل. يعني انت مثلا قضية ريا وسكينة اللي بقالها صارت بالضبط يعني نهايتها قد تكون ممكن مختلفة. ممكن نفاجئ دلوقتي بأحداث بالضبط، ممكن نلاقي أحداث جديدة ظهرت دلوقتي بالفعل. نلاقي حاجات بتكتشف جديد. نعم نعم. فأنا ما أقدرش أقول إن أنا بعمل مسلسل وثائقي،
لأن أي حاجة إحنا بنوثقها دلوقتي ممكن بعد سنين يتم تطلع غلط. طيب يعني إحنا نتمنى لك كل التوفيق في هذا المسلسل ونتمنى أن يرى النور قريبا. شكرا لك ضيفنا مؤلف مسلسل سفاحة تجمع جوزيف فوزي من القاهرة، شكرا لوجودك معنا. إلى وقفتنا الثانية من زوايا المراسلين وإلى المدينة المنورة تحديدا ومراسلنا علي الشريف. يسعد صباحك علي، وما هذه الأجواء الجميلة في المدينة المنورة؟ يسعد صباحك كريم، يعني بالفعل هي أجواء جميلة نعيشها في المدينة المنورة. ريم احنا في مزرعة عالية المدينة، يعني هذه المزرعة تقريبا كيلو ونصف عن المسجد الحرام وكيلو ونصف عن مسجد قباء. في هذه المزرعة اللي ما شاء الله تبارك الله، المزرعة هذه تحولت إلى مزار سياحي. هذا المزار ما شاء الله تبارك الله ضم عديد من الأشكال يعني خلينا نقول صور طبيعية نعيشها في هذا المكان. خلينا ريم نلتقي بالعم سعيد الحربي صاحب المزرعة وبهذا الورد وهذا الاستقبال اللي شفناه، حفاوة كبيرة لقيناها من العم سعيد بمجرد وصولنا إلى هذه المنطقة. عم سعيد أول شيء يسعد صباحك معنا في صباح العربية. خلني أسألك، اليوم ما شاء الله تبارك الله مزرعة عالية المدينة واحدة من أشهر المزارع في المدينة المنورة، شفنا في المقاطع في الفيديوهات ضيوف من مختلف أنحاء العالم زاروا هذه المدينة. خليني أسألك في البداية، إيش الفكرة اللي جت من يوم تحولت هذه المزرعة إلى مزار سياحي؟ طيب أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء نقول كل عام والمسلمين والأمة الإسلامية كلها بخير وسلامة، وكل عام والعربية بخير وسلامة، وكل عام هم بخير وسعادة. ونهني خادم الحرمين الملك سلمان ولي عهد محمد بن سلمان بالعيد وبنجاح الحج، الحمد لله هذا فضل من الله ثم من مجهوداتهم. ونهني أمير منطقة المدينة المنورة سلمان بن صاحب السمو الملكي سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، وكل عام هو بخير وصحة وسلامة وأمانة المدينة وتطوير المدينة. وزارة السياحة نهنيهم بالنجاح هذا، وكل عام هم بخير والوطن بخير وسعادة، والله يحييكم. مزارع عالية المدينة هذه الحمد لله فضل من الله، هذه مجهودات بيني أنا وواحد من أخوي أبو تميم وأبو عبد الله الحمد لله وخوينا أبو حسن الحمد لله، قمنا يعني بمجهودات لأن نبغى أهل الزوار المدينة وضيوف المملكة العربية السعودية والحجاج والزوار يجوا ياخذوا فكرة عن المدينة كاملة، يجوا للحرم النبوي الشريف، يجوا القبر، يجوا للمزارات، يخشوا المزارع. هذه مزرعة من مزارع المخيريق النظري، مزارع من الصدقات النبوية الحمد لله، فسويناها وزبطناها نستقبل ضيوف الرحمن ولا جو استمتعوا فيها الحمد لله، وهذا فضل من الله. الله يحييك. الله يحييك. خليني ريم خلينا ناخذكم في جوله سريعه في المنطقه. هي هذه المزارع واحده من اشهر المزارع في المدينه، تستقبل ضيوفها بالورد وببعض الصور التذكاريه في المدينه المنوره. نتكلم على المزرعه، نتكلم على المجالس في اشكالها القديمه، ونتكلم على العديد من الاشياء اللي صراحه أهالي المدينة محظوظين بوجود هذه المزرعة في بوجودها في هذه المنطقة. نعم ريم، يعني أتمنى لك أن تستمتع في وقتك علي وتأكل من طبعا الرطب والتمر والعجوة خصوصا عجوة العالية، وتشرب من موية البير، وإذا قدرت كمان تسبح يكون شيء لطيف جدا في هذه الأجواء الساخنة والمياه الباردة مياه البير. ويا بختك بيرشوك بالورد المدينة، يعني أنا بدأت أتأثر صراحة. شكرا لك على علي الشريف زميلنا مراسلنا من المدينة المنورة، وشكرا لضيفك الكريم على حفاوة الاستقبال. وألم أسفل الظهر يعاني الكثير من هذا الألم ويكون مستعد لدفع المال لاستخدام أي وسيلة للتخلص منه. ستجد إعلانات تقول جراحة اليوم الواحد للتخلص من ألام الظهر أو بالليزر بدون جراحة وصولا للعلاج الطبيعي وأيضا الأدوية، ولاصقات وإبر صينية ومراتب وأحذية وغيرها الكثير من الإعلانات لمثل هذه المنتجات.
ضيفنا اليوم مدرب الرياضة الشهير كابتن جانتي شعبان، له رأي آخر في كل هذا ويقول إن الموضوع تحول إلى تجارة واستغلال، والحل عند المريض نفسه من خلال نمط حياته اللي يساعده في تجنبها أو التخلص منها. أرحب في الاستوديو بمدرب اللياقة البدنية جانتي شعبان. أهلا وسهلا، يسعد صباحك جانتي. صباحه. يعني صراحة الكل بيشتكي من آلام الظهر قاعدة، لكن هو إيش الأسباب الأساسية اللي بتخلينا نشعر بهذه الآلام بمختلف فئاتنا العمرية؟ الأسباب ممكن تكون أسباب مدنية خارج الجيم، وممكن أسباب تكون داخل الجيم، لأنه من أشهر الإصابات هي آلام أسفل الظهر. لهذا السبب صار الموضوع تجاري وصار الموضوع مبالغ فيه علشان الكسب المادي أو الكلام بأي شيء. هي غلطة واحدة في الجيم، أنا جربت أسوي الديد ليفت كلش صغيرة، ما غلطة تخيل يعني حصل بالضبط. يعني وانت محترف مع العلم مستواي متقدم وشغلات، لكن بكل بساطة عضلة صغيرة جدا بأسفل الظهر ممكن تحول نظام حياتك 180 درجة إلى مريض لا تقدر على الحركة. طيب إيش الحل؟ أعطينا بعض الحلول عشان أني أساعد نفسي. أنت بتقول الجراحة استنوا لا يسووا لكم، تستعجلوا ولا تروحوا يسووا لكم. طيب العلاج الطبيعي؟ طيب حلو ممتاز. العلاج الطبيعي عن هي الأساس بهذا الموضوع، عن اللي أقول عليه الثقافة. ضروري أن الشخص يكون مثقف بموضوع آلام أسفل الظهر، لأنه كثير ناس قاعد يوصلون لمرحلة أنه مجرد ما حس بألم أسفل الظهر راح على الدكتور، والدكتور صار يوصف له أدوية أو ممكن توصل عملية. وأني من أهلي وصلت حتى أنا الوالد سوى عملية، ومع العلم بعد الفحوصات، بعد ما خلصنا الفحوصات على دكتور ثاني وثالث قال إنه ما تحتاج أصلاً تعمل عملية. بالضبط، وهذه هي الكارثة، وينتكس الحالة وتزيد وآلام. وأني وصلت معي لمرحلة إنه ما أقدر أتحرك من السرير، ما أقدر أعف وأفوت على الدبليو. صحيح، لهالدرجة وآلام تخليني أبكي. هذا حقيقة. بعد ما أروح على الفحص بيطلع ماكو أي شيء، أهتم بالستريتش بمسكن الآلام بعض الأحيان، بالاستطالة مثل ما قلت لك طبعا الصبح، وانتهى الموضوع. بعد 3 أيام تحتاجين راحة لا أكثر ولا أقل. أهم شغلة أنه إحنا ما نخاف من هذا الموضوع، ما نروح أوفر ونصدق ونعيش الدور. لا، هو المفروض ما نخاف، لأنه بالفعل عدد الناس اللي بيشتكوا من آلام الظهر مبالغ، 620 مليون شخص بيعاني من هذه الآلام، ومن المتوقع أنها ترتفع إلى 843 مليون شخص بحلول عام 2050. لا تنسى كمان أنه جلستنا على الجوال على الكمبيوتر، اللايف ستايل حقنا الغريب يعني صار أغلب. بالضبط، يعني بعض الناس أبسط شغلة أنه تلاقيه إذا يريد يحمل شيء من الأرض ينحني بهذا الشكل. أيوة. لا، أنت تنزل سكوات. وهذه كمان من الأخطاء الكبيرة اللي إحنا بنسويها، خصوصاً إحنا الأمهات في البيت، لما بنجي نشيل شيء تقيل أو الطفل مثلاً بنشيله بنتني ظهرنا وبنشيله بيرتكز على الألم. هاي يسموها الثقافة أو أسلوب حياة، إن الشخص شلون يتعامل مع جسمه. بالضبط. جسم الإنسان مو بس خلاص حركة وخلص ونزول وأنزل وأطلع، لا، ضروري في إتيكيت حتى للحركة. لما تنزل، لما أقعد من النوم، بطريقة نومتي بالليل أثناء النوم، لما اقعد الصبح، في ناس اول ما يقعد من النوم الصبح خلاص قام راح غسل وجهه. لحظه لحظه، طريقه نومتي ايش بها؟ يعني هل ممكن تسبب لي طبعا مليون بالميه. كيف منتهي من الموضوع؟ في كثير ناس لما ينام بيصير كانه عباره عن بودي، جثه. ايوه. صار ما يصير. لا، ما يصير. ضروري انك تعرف مستوى ارتفاع القدم مالتك والساق، هاي شغله. الشغله الثانيه الجنب اللي انا انام عليه، ما يصير الركبه تكون لامسه بعض. ضروري يكون في فراغ او اخليها متقدمه عن بعض، تمام، علشان العمود الفقري يكون مرتاح. بالضبط. هاي شغله. الشغله الثالثه، ضروري لما اقعد من النوم مستحيل اقوم من السرير ماتي اذا ما اسوي ستريتش. وانا أبداً. على السرير، وانا على السرير كيف ستريتش؟ طبعا اي شخص ممكن يفوت على جوجل ويكتب تمارين استطاله عضله الظهر او اسفل الظهر، راح تطلع لك كثير صور بسيطه جدا، اللي هي مثلا جذب الفخذ، تمام، او النومه سايد جانبي بطريق مستقيم والف ظهري لمدة 5 ثواني فقط. حلو. هذاني اثنين. هذه ممكن تقيني من الآلام؟ والله العظيم ممكن تغير نهارك كله على الإطلاق. لكن 40% من الناس يقولوا إنه السبب الرئيسي هو البدانة وزيادة الوزن. هاي منتهين موضوع من طبعا زيادة الدهون. احنا مشكلتنا مش مع الدهون. ارجع واقولها حتى بآلام اسفل الظهر، مشكلتنا انه جسد ما فيه عضلات علشان تحمي هذا الشخص، او عضلات قوية، خلينا نقول عضلات قوية، يعني اي نشاط بدني عشان تحمي هذا الشخص عند الحركة، مثل الكور اسفل البطن، عضلات البطن تحمي الظهر. طب ما علاقة قوة عضلات البطن او تقوية عضلات البطن باني اخفف من آلامه؟ لأنه هاي منطقة الكور عندك أنت، إذا ما كان في عضلات موجودة في عضلات البطن، فالضغط كله راح يصير على العمود الفقري وعلى الفقرات وعلى الديسك،
فهو هذا عضلات البطن راح تحميه من الانحناء، من الحركة، من كل مكان، بالإضافة إلى أسفل عضلات أسفل الظهر. يعني في شاب حاليا كان يتكلم معي هو عنده ألم بأسفل الظهر. إحنا كلنا عندنا ألم. لما حطيت إيدي على ظهره، ظهره فلات، ما في عضلة. هو لازم يكون في العضلات اللي حوالينا العمود الفقري. تمام. كيف أشغلها؟ كيف أقويها هذه العضلات؟ في عضلات مثلا، في تمارين مثلا إحنا نسميها تمارين سوبرمان، لما يكون شخص نايم يرفع إيديه ويرفع رجليه، أو داخل الجيم. اللي هو مثلا الباك ارج احنا نسميه الكرسي الروماني او الباك ارج. مزبوط. والغلطه اللي يصير فيه كل الشهيره وكلش معروفه انه تلاقيه اي شخص لما يروح على الباك ارج الكرسي مجرد حط الكرسي وطلع عليه. مزبوط. لا انت قاعد تحرك اردافك، ضروري انك ترفعه لعند الصره تمام اسفل البطن وتصير تحرك ظهرك علشان تقوي عضله اسفل الظهر. مزبوط. مش الجلوتس. فهي هاي القاعده والنساء. هذا اهم شيء طبعا. طبعا طبعا ضروري. يعني جانتي شكرا على هذه المعلومات وعلى هذه النصائح البسيطه اللي ممكن نسويها في حياتنا وتقينا من هذه الالام. نقطه اخيره بس، لا تخافون من موضوع الام اسفل الظهر، لا تخافون، لا تعملون الموضوع اوفر، لان انا خفت من عنده سابقا واحس بانه لما تجيني الاصابه احس انه خلاص حياتي بعد مستحيل يطيب ظهري وراح يظل يستمر معه. لا تخافون من الموضوع، استطاله مرخي الام انتهى الموضوع وابتعد عن الضغط. لا أكثر ولا. شكرا لك جانتي شعبان، شكرا لوجودك معنا اليوم. أهلا وسهلا. خلينا نذهب إلى موضوع آخر وملف آخر. لم يسبق في التاريخ الاقتصادي وربما العالم أن تسببت شخصية كبيرة بمثل هذا القدر من الجدل. إيلون ماسك ليس الشخص الذي يمكن أن تبقى محايدا إزاءه، إما أن تحبه أو تكرهه، وهو مثال للنجاح ويحب دائما جذب الانتباه وتسليط الأضواء عليه. خلونا نبدأ من قصة مقاضاة موظفة حامل في شركة نيورولينك التابعة لإيلون ماسك بسبب تعرضها لحادثة غريبة وخدش من قرد مصاب بالهربس خلال العمل. طب إيش جاب القرد هناك؟ أوكي، لكن ثم تم فصلها بشكل غير قانوني بسبب حملها. طبعاً تفاصيل كثيرة ذكرتها السيدة لينسي شورت في ادعائها أنها كانت أو عانت كذلك من بيئة عمل تمييزية، إضافة إلى تهم أخرى وفقاً لتقارير بلومبرغ. أما الخبر الثاني يتعلق بتهديد إيلون ماسك الأخير بحظر استخدام أجهزة أبل في شركاته بسبب تقنية الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة أبل إنتليجنس. هاجم ماسك مميزات أبل الحديثة التي تم الإعلان عنها مؤخرا باعتبارها برامج تجسسية وتنتهك الخصوصية بحسب رأيه. بينما الخبر الأخير الأكثر جدلا هو حصول إيلون ماسك على أعلى أجر فردي في التاريخ بعد تصويت مساهمي تسلا لاستعادة صفقة تعويض رفضها القاضي الأمريكي، وبذلك استعاد ماسك حزمة رواتب ضخمة وصلت لنحو 45 مليار دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا. وبالطبع أشاد ماسك بتأييد مساهمي تسلا لقيادته من خلال ظهوره على المسرح مبتهجا ومعبرا عن امتناعه بعبارة أحبكم جدا يا رفقاء. ماسك يعني كثير من الجدل عن ماسك وآرائه وحياته الشخصية وغيرها وماذا يفعل في هذا العالم، ولكن خلينا أيضا نذهب إلى عمان ومؤسس ومدير مركز ريفليكت لدراسات التطور التقني الأستاذ رائد سموري. يسعد صباحك أستاذ رائد. يعني أنا لا أعلم هل هو يكرهه الكثيرون ولا يحبه الكثيرون، يعني ماسك إيلون ماسك اللي بيسويه في العالم من أشياء جديدة، سيارات كهربائية والذكاء الاصطناعي وغيره والسفر إلى الفضاء، يعني هل إحنا نقول إنه يعني اليوم ما هو التطور للإنسانية ولا يعني تشتت للإنسانية؟ ما أبغى أقول تدمير للإنسانية عشان لا يزعلوا مني، هل هذا في صالحنا؟ يعني سؤالك متشعب كثير أستاذي حقيقة، ما بين الكره وما بين التطور وما بين بالضبط، لأنه هو لا أنا أقول أنه يستحق كلا الحالتين، يستحق أن يحب ويحترم، لأنه إنسان يعني خرج من إطار النمطية الإنسانية وذهب باتجاه الفضاء. هذا واحد. اثنين، الجدلية التي دائما هو يقوم عليها جدلية انه انا موجود، انا حاضر، من ما اشترى منصه تويتر وحولها الى اكس
وحتى تسمية إكس لها دلالاتها ولها مضمونها ولها يعني ما يتبعها. ومن ثم نحو ستارلينك. نعم. هذا الرجل يسمى القائد العام في شركاته بمعنى منصب عسكري. هذا الرجل استطاع أن يعطل عمليات لحلف الناتو في أوكرانيا. هذا عطل أكبر عملية لاستهداف الأسطول البحري العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم. فعملياً عندما ننظر إلى شخص رجل لا يشكل دولة وإنما هو في واقع دولة، حقيقة أنا أحترمه، أنا أجله، أنا أقف له احتراماً. ومن باب آخر، إنسان تربى في يعني في بريتوريا في زمن الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. نعم. فترة طفولته وشبابه هذا بينعكس عليه وبينعكس على سلوكه وطريقة تعامله مع الناس أيضا. فبالتالي يعني هذه الطبيعة اللي هو عم بيشوفها واللي عم بيمارسها والدور اللي عم بيقوم فيه في العالم من خلال ستارلينك، أنا أعتقد أنه يعني دور محوري تلجأ إليه كل الدول، يعني كل العالم يلجأ إليه بما في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، يعني الأسئلة لا يعني الوقت يداهمني وعندي أسئلة كثيرة عن إيلون ماسك المثير للجدل دائما، لكن شكرا لك التخني رائد سمور لوجودك معنا اليوم. من أقدم وقف العالم الإسلامي باقي إلى اليوم. في هذا المكان حدثت قصة قبل 1400 عام. هذه الحجارة شاهد على التاريخ، شاهد على أعظم صدقة جارية باقية في العالم إلى اليوم. في هذه الناحية من المدينة حدثت معجزة من معجزات المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأعتق سلمان الفارسي. التجول في آثارهم ومغانيهم يعيد لنا ذكراهم، وإن عادوا لنا الدور من يعيد لنا أصحابها. معالم من المدينة المنورة، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. Old is gold، مقولة ربما تنطبق على اتجاهات الموضة القديمة التي تعود إلى الواجهة من جديد ومنصات عروض الأزياء، لذلك يمكنك العودة إلى الوراء لكن بشروط. ما المسموح والمرفوض من الموضة القديمة؟ هنناقشه أكيد في محكمة الموضة. أرحب في خبيرة المظهر إيمي عجرم، يسعد صباحك إيمي. يعني مبسوطة أن أنا معك تاني. وأنا جدا مبسوطة، أنا من عشاق الثمانينات وأحيانا العشرينات وأحيانا السبعينات، لكن أكيد ما حقدر أخذ راحتي في اختياري للملابس القديمة والموضة القديمة. إيش المسموح اليوم من إطلالات الموضة القديمة اللي ممكن اليوم إننا نتجدد ونطل بها؟ هنتكلم عن كذا صيحة المرة دي، بس أنا شايفة إن أكتر حاجة انتشرت دلوقتي موضة السديري أو الفست من الصيف اللي فات ترى. أيوة مزبوط، بس الصيف ده بالذات هي منتشرة جدا على مواقع التواصل على كل حاجة. احلى حاجه في الفيست ان هو ممكن يتلبس بكذا طريقه ولكذا مناسبه، ممكن نلبسه كاجوال مع جينز زي ما انت شايفه، ممكن نلبسه مع بنطلون قماش او تنوره قماش عشان نعمل لوك رسمي. كمان انا عايزه اقول ان هو ممكن يتلبس لوحده، بس لو حد بيلبس حاجه محافظه او محجبات ممكن يتلبس على تي شيرت او على قميص زي ما انا عامله دلوقتي. حلو برضو، اذا الفيست اختيار حلو. طيب نشوف الاطلاله الاخرى وهو مسموح. هذا من مسموح. طيب عندنا هنا سكيني جينز والتي شيرت ابيض مش مسموح. السكيني جينز ولا التي شيرت الابيض؟ السكيني جينز مش مسموح خلاص. دلوقتي الاتجاه اكتر للجينز الواسع، وكل واحد على حسب شكل جسمه. مزبوط. لو واحده رفيعه قوي مثلا وطويله تلبس جينز واسع قوي عادي. لكن لو واحده جسمها ممتلئ شويه يعني يكون واسع بس مش قوي. ممتاز، نصيحة مهمة. إذا هذه إطلالة مرفوضة، خلينا نشوف الإطلالة الأخرى. أوه التايجر حاضر وبقوة. التايجر موضة قوي قوي الصيف ده. يوجوالي التايجر بيكون موضة في الخريف، بس الصيف ده هو منتشر جدا. بس اللي عايز أقوله لو حد عايز يلبس حاجة تايجر، الحاجات التانية اللي يلبسها معاه تكون هادية وسيمبل خالص، عشان التايجر جريء وملفت. فبنبقى عايزين نلبس معاه مثلا تي شيرت سادة، الجزمة والشنطة والحاجات كلها تكون سيمبل اللي هنلبسها مع التايجر. صراحة حلوة الإطلالة هذه. طيب نشوف الإطلالة الأخرى.
مش مسموح. مش مسموح ايش؟ الجرافيك تي شيرت او التي شيرت اللي مكتوب عليها دلوقتي قليل قوي ما بنشوفها وخلاص موضتها راحت. مش عارفه لسه هترجع امتى لانها على طول بتروح وتيجي، بس دلوقتي الساده موضه اكتر. الساده موضه، اذا هذه اطلاله مرفوضه، خلينا نشوف اطلاله اخرى. الورود. الورود اهو هذه مكتسحه السوق جدا، كل شيء عليها وردات كبيره كده. الورد وكمان الفيونكات. فيونكات الشرايط بتاعه الشعر، التاتش الكيوت ده الانثوي وفي نفس الوقت صيفي، موضه قوي. احلى حاجه ان الورود موجوده على اللبس الكلاسيك، البدل، لبس البحر، ملابس السباحه، اللبس الكاجوال، كل انواع اللبس الورد موجود فيه صيف ده. انا حتى انا برضه عندي بالضبط، بس صغيره شويه، منتشره قوي دلوقتي اكثر. طيب اطلاله موفقه، خلينا نشوف. مش مسموح. فاكره شنط المايكرو الصغيره دي كانت الصيف اللي فات والصيف اللي قبله منتشره جدا. من اول الصيف ده الاتجاه اكتر للشنط المتوسطه في الحجم والكبيره قوي كمان، اللي هي اسمها الشوبينج باجز الكبيره قوي دي، منتشره قوي دلوقتي. صحيح، اذا الشنط الصغيره المايكرو اطلاله غير مقبوله. طيب خلينا نشوف الصوره الاخرى. الالوان المنتشره دلوقتي في صيف 2024 هي الالوان الهاديه. حلو. البيج الهادي، الابيض، الاسود، الباستيل. الوان الباستيل دلوقتي اكتر الوان منتشره، الخوخي، الفستقي، الالوان المريحه للعينين دي اكتر الوان منتشره في 2024. حلو. الصيف اللي فات واللي قبله كانت الفقعه. مظبوط مظبوط، صحيح، حلوه الالوان الهاديه، هذه منتشره كثير الان. مش مسموح. انا لسه بلبسها. للاسف مش مسموح يا ريم. دلوقتي الاتجاه اكتر. أيوة. للحاجات الكيوت السيمبل، الجزم البلاتفورم الكبيره الضخمه دي ما بقتش موضه دلوقتي. انا ما اقدر. انا مش جايزه عليك. انا سبايس جير التسعينات يعني الطفوله والمراهقه كلها هنا يعني. عايزه ترجعي برضو لورا ل 2000، هنروح دلوقتي سنه 2000. الموضه دلوقتي الباليرينا. صحيح، اكثر صحيح. حاجه منتشره دلوقتي رجعت الباليرينا، الحاجات المريحه الباليرينا. طيب خساره. طيب نشوف الاطلاله اللي بعدها. طيب هذه هي الإطلالات كلها اللي عندنا. طيب بالنسبة للخامات، أنا بأشوف الآن منتشر الكتان بكثرة كثير. الكتان يعني منتشر قوي، وأيضا الستان ما زال موجود. والستان الستان والكتان منتشرين. الجينز السنة اللي فات كان منتشر قوي. عايزة أقولك أن كمان الفست حتى عاملينها دلوقتي من كتان ومن ستان كله. ومن جينز. الماتيريال جينز منتشره. بس بالنسبه للرجل ايضا، هل بيلبس المشجر واللي عليه الوردات وزي كده؟ طيب ماذا عن الكاروهات؟ الكاروهات كانت زمان برضو يعني في السبعينات اساسيه الكاروهات، هل ينفع نرجع نلبس الكاروهات مره ثانيه؟ الكاروهات للاسف السنه دي مش موضه ابدا. بس الرجاله ممكن يلبسوا برضو القمصان الكتان دلوقتي، الريلاكست فيت الواسعه هي اللي موضه. حتى البنطلونات السكيني للرجاله مش موضه قوي دلوقتي، بنتجه اكتر للحاجات الواسعه. وانا شايفه ان دي حاجه حلوه، عشان في ناس كانت بتتضايق لو هي مليانه شويه من الحاجات الضيقه، بيحسوا ان هم مش واثقين من نفسهم هم لابسينها. فالحاجات الواسعه مريحه وفي نفس الوقت يعني اوبشن حلو للناس اللي جسمها مليان. والله انا اعشق الموضه القديمه، خصوصا الثمانينات، عارف اللي هو المام جينز اللي يجي طويل. وده موضه دلوقتي. مام مسموح. المام مسموح والبوت كات مسموح، هو بس السكيني دلوقتي اللي ما بقاش موضه خالص. هذا شيء جميل، شكرا لك ايمي عجرمه، شكرا على هذه النصائح الجميله. اهلا بك مشاهدينا، بكذا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل.